يوم راس السنه اللي هو 17-18 كان في خلق كتير بتتفرج على التلفزيون، انما كمان كان في خلق كتير بتتفرج على حلقتنا اونلاين. عملنا تجربه جديده، يمكن ما فيش برنامج كبير عملها، ان احنا نخصص حلقه بس للاونلاين للانترنت. حلقه كان فيها صوت جميل وعذب وحبيناه وكده، في عمار بيننا وبينه من اول لحظه اونلاين. كانت حلقه مع ياسمين علي، والحقيقه انه كل ردود الافعال على حلقتنا اونلاين مشجعه وتفرح القلب كده مع بدايه سنه جديده 2018. الحلقة كلها والحفلة كلها للرائعة الشابة ياسمين علي. عرفت ان انتي مرة كنت في سهرة أو في قاعدة أو بتغني، وكان في الفنان الكبير محمود عبد العزيز قاعد. شايفة زميلتي بتغني وشايفة الناس كلها قاعدين مش معانا أساساً، واللي بيتكلم واللي بيعمل حاجات تانية. فأستاذ محمود خد باله، راح جاي لي بيقول لي في إيه؟ قلت له يا أستاذ الناس مش معانا. فراح قال لي أنا معاك أهو، راح شادد كرسي وقعد. صهبجية يا لالي، عايزين شوية يا لالي، حاجة من اللي هي حبة طمن على عين على ليلي. أنا وحبيبي روحين في سكيبة، يتعلموا منا الحبيبة. ذات الرداء الأحمر النهاردة، ريد رايدنج هود، ذات الرداء الاحمر، قولي. هو مش عشان حضرتك موجوده، انا فعلا بقول الكلام ده. انا قبل استاذه منى الشاذلي حاجه، ومن بعد استاذه منى الشاذلي حاجه. خيرك. دقيقه بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليك. تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضه عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك لاجلك يا مدينه الصلاه. لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة. أحمد فؤاد نجم له قصيدة شهيرة جدا بيقول فيها: الخط ده خطي والكلمة دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع يعني، شط الزيتون شطي والقدس عربية عربية. عيناك ليال صيفية ورؤان وقصايد وردية، عيناك ليال صيفية ورؤان وقصايد وردية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية. عيناك ليال صيفية ورؤان 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 وقصايد وردية. وانت
في الساقية يا ياسمين ايه اكتر اغنية بتطلب منك؟ لا كتير لا حاجات كتير. اكتر واحدة هي نقابل ناس. تاني اكتر واحدة. طب اطلبوا كده اهم. شفتي كل واحد بيقول لي حاجة. شفتي مش بقول لك كتير. يعني لا ارسلكوا على بر. بيقولك ايه؟ وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا ما ايه. ايه صح كده انا بغني بس. الناس الرايقه. بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه ما بيقابلش بنور، وما فيش في الدمع لا لا ولا في الناس الشياله، كل اللي في قلبه حاجه اول باول باول. الاغنيه الاخيره يعني ممكن نصوت عليها كلنا، يعني ديمقراطية كده وكده. الأغنية اللي قبل الأخيرة بقى أنا سايبها لك أنت يا ياسمين، ومش لازم مع الفرقة. إيه حاجة على بالك عايزة تقوليها تغنيها؟ حاجة سمعتيها قريب ولسه بتعيد اكتشافها مع نفسك زي ما أنت عايزة. دي كانت سهرتنا يوم رأس السنة لكل اللي بيتابعونا على صفحتنا وعلى قناتنا، والحقيقة أنها كانت سهرة جميلة جدا ومختلفة جدا. أولا بدعو كل الناس أن هي تتفرج عليها على قناتنا اللي هتطلع في أسفل الشاشة، تتابعها على أونلاين خلال 3-4 أيام بالكتير. كانت المشاهدات على فيسبوك وعلى اليوتيوب اتخطت 2 مليون مشاهدة لكليبات كتيرة جدا. في كل الأحوال لازم أشكر كل فريق العمل، كل فريق عمل لبرنامج اللي في الانتاج واللي في الاعداد واللي في البرودكشن واللي في الاونلاين. كمان لازم اوجه شكر كبير جدا لاداره الديجيتال في قناه سي بي سي اللي كانت معانا في المشروع ده، والحقيقه اللي كانت النتائج بتاعته اكبر بكتير مما تخيل. كل سنه وانتم طيبين، وتقدروا تتابعوا الحلقه دي ديجيتالي او اونلاين، وكل سنه وانتم بألف خير.